كشف لاعب كرة القدم الأمريكي النجم الشهير شارون شارب سرا عن المرة اللي خبأ فيها المغنية العالمية سيلينا غوميز من المصورين، متهما إياها باستغلال شهرته بطريقة ساخرة. وقال نجم كرة القدم إنه الفريق الخاص بالفنانة العالمية قام باستخدامه كوسيلة إلهاء بالمطعم لصالح سيلينا، كما وروى اللاعب القصة من جانبه عندما أدركت مجموعة سيلينا أنه شارب شخصية مشهورة، وأعدوا خطة رئيسية للقيام باندفاع جنوني لسيارتها دون أن تلتقطها الكاميرات مستخدمين شانون للإلهاء. لذا عندما نهض شارب للمخادرة تبعوه مباشرة على أمل أنه تركز الصور بشكل كبير على أسطورة برونكو، وبالطبع لم ينجح الأمر إلا جزئياً، إذ الرجل يلي أجرى المقابلة مع شانون انسحب من محادثتهم بمنتصف الجملة للحصول على لقطة لسيلينا قبل أنه يعود بالنهاية لإله. وأضاف شانون بأنه لا يعرف النجمة الشهيرة بشكل واضح، وأنه لو كان على دراية بأنها كانت بنفس المطعم لحرص على التقاط صورة معه. ومن جهة أخرى كان أبرز ظهور للنجمة العالمية سيلينا بحفل توزيع جوائز MTV عندما تصدرت حديث الجمهور بعد ساعات من انتهاء الحفل بسبب ملامح وردات فعلها خلال الحفل، وخاصة ردت فعلها بعد إعلان ترشح كريس براون للجائزة. واعتبر الجمهور أنه رد فعل سيلينا بغير محله، فقد ظهرت بملامح مضطربة ومذهولة أثناء مشاهدة المغنية أوليفيا وهي بتغني مع تطاير بعض الشرار من خلفها وتساقط بعض القطع على المسرح، رغم أنه ذلك كله كان مرتب لزيادة أجواء الإثارة. وبعد شعورها بأنها حتتحول لمثار سخرية واستهزاء، نشرت سيلينا ستوري عبر حسابها بإنستغرام قائلة: لن أكون ميم مرة أخرى، أفضل الابتعاد بدلا من أن يتم استدراجي لمجرد أني تصرفت على طبيعتي، لكم مني الكثير من الحب.